يا الله، السلام عليكم شباب، شلونكم؟ ان شاء الله كله بخير. طبعا يوم تغير جذري بالمحميه جبنا هاي الشتلات جديده ان شاء الله، وبعنا الفناجس كلهن بعناهن. بعتهن صارن هن اخر شيء هن تقريبا 6 زواج ويا انتك. بعتهن كلهن ويا انا فراخ اثنين هم اعطيتهن هديه للولد، لان الجو احتاروا تعرفون، هواي علقوا لي قالوا سقف تشينكو وحار عليهم يموتن، فقلت خطيه ما اريد اجازف ويموتن يعني ويصير انا برقبتي، فقلت خلي ابيعهن. الصراحه انا ما جاني الفنجز، فقلت ما اجازف به هيجي، فبعتهن الحمد لله البارحه بعتهن. بس ابقى عندي بس الملكي، ان شاء الله هاي الصيفيه راح نخليها بس ملكي، ان شاء الله على عشه اليجي راح نجيب فناجس، خلي من يكسر الجو نجيب الفناجس، نجيب مستويات. يعني احنا هسه جينا هنا وعرفنا شنو السلبيات والايجابيات اللي بيهن، ثم تقول لي يعني نقدر نجني بعد مستويات ان شاء الله بحيل الله. من يكسر الجو منها الشهر التاسع اذا الله خلانا نجيب سوبرات ونجيب ماكس، يعني نجيب هاي المستويات الحلوه. فهاي الصيفيه ان شاء الله راح نبقى بس على الملكي، ونشوف شلون راح ننتج، ونصور لكم الانتاج، ونصور لكم ننزل لكم يعني دائما معلومات، ونسوي هاي الفقره مال اسئله واجوبه كل فتره، يعني الم اسئله وانزلها لكم، اشوف الاسئله تتكرر هم انزلها لكم، اسوي لكم حلقه وانزلها ان شاء الله. فجبت هذين الجهنميات هسه، طبعا هاي الجهنميه الصفراء وهاي الحمراء، طبعا هاي وردية بس مبينة بالتصوير احمر. جبت ذني هم شتلات هسه جبتهن، فان شاء الله هم بعد فترة وهم نجيب شتلات. انا اريد يعني اكثر بيها الخضار بالمحمية، ان شاء الله هم رشحونا اذا اكو شتلات حلوة. انا الصراحة هاي الجهنمية يعني على قولي قال لي اجيب جهنمية، فرحت للمشتل اللي قذن اثنين واكو بيها بعد لون ابيض ان شاء الله هم نجيبه. وهذا الورد، هذا الورد والله صراحة ما اعرف اسمه، يعني نسيت اسمه، بس كلش حلو. هذا الورد كلش حلو. طبعا وعده هاي الجهنمية القزمية، طبعا هاي شوية تاخذ فترة يلا تذب ورد. هاي نايمة على البيض، ان شاء الله راح ادق لهم بعد احلال اجيب، بس ما اريد اجيب، انا عندي ذن الاحلال عندي من عندهم، بس اريد ادق لهم شيء حلو يعني خشب، وادق لهم هيك مثل الكوخ، فان شاء الله هاي الايام ادق لهم، فاترس هاي الصفحه ان شاء الله. شو تغير شكل المحميه هسه جذريا، تغير من خلينا بيه ورد وخضار. ان شاء الله بعد هاي الخانة راح اطلعها، لان طلعت الطيور البيها اللي بيها طلعتهم كلهن هنا، يعني تعرفون انا عدد الطيور عندي قليل كلش، بعد ما يسوى خانات، وانا يعني عندي زوج نتج بالخانة، وطلعنا فراخن هسه طلعن جاي لقطن، فان شاء الله هاي هسه راح اطلعها على مود المحمية هم تكبر. واذا ردنا نسوي خانات نسويها برا، يعني نسوي مكان خاص بس للخانات ان شاء الله، هاي مو هسه يعني بالمستقبل. وعندنا هسه تو نحولتهم بعد ما ساقين، هسه راح اسقيهن وارجع لكم. طبعا سقيتهن شباب هسه والحمد لله، طبعا يكون سقيهن كل ما ينشف التربه مالتهن، كل ما تنشف نسقيهن ان شاء الله. طبعا وهذا الجهنميه يحب المي، يحب المي بكثره، بس اذا بكثره يعني زياده يظل يوقع الورق مالته هذا الورد، فيعني كل ما تنشف التربه كل ما ينسقي، يعني ما يبقى فتره طويله يابس، مو مثل باقي الزرع. ان شاء الله هذا يوميا نسقي احنا، هسه العصريه سقيته، ان شاء الله باكر همه، فيوميا ان شاء الله.
طبعا هي كانت الفكره احنا سويت هاي المحميه انا على مود يعني نجيب اصناف هواي بيها الفناجس والكناري والحسون. فتذكرون يمكن اول مقطع نزلته بهاي المحميه قلت لكم هاي الفكره كانت عندي. بس الصراحه يعني اكثر الطيور ما تتوالم، يعني مثل اذا الجاوة ما ترهم ويا الملكي ويا الفنجس، شو اسمه البلبل ما يرهم وياهن. فالحجم ما بحثت عين شفت ان هاي الطيور ما ترهم، يعني اكو ايش كم نوع يرهم، وقلت ما يخالف اما اجيبهن. وجبت الفنجس ويعني قالوا صراحة انا شفت به مشاكل الفنجس، المشاكل مالت الملكي مني لمعش يجي فلشة، لازم تكثر له مواد تحشيش، وحتى كثرت له والله مواد تحشيش هم يروح عليه ويفلش بالعش. هاي يعني من السلبيات التربية الفنجس ويا الملكي. يهلس الريش مال الملكي همه، يعني عد الطيارة كلش هلس الراس مالتها كلش هلسه. فبي سلبيات هواي، وقلت ما يخالف انا حتى يعني قلت اهم شيء الونسه هي والتصوير اصور لكم، حتى اذا كانت اكو مشاكل بسيطه وحتى اذا كان مثلا الانتاج قليل. بس هسه من احتر الجو يعني شفتهم جاي يتاذن كلش، يعني اصعد لهم الظهر كان كلش منتهيات، يعني فاتح حلقه وكلش منتهي. فالصراحه انا ما قدرت اوفر لهم مبرده، فقلت ليش يقن بخطيتي وخلى بيه احنا اخلص احسن. فان شاء الله راح نبقى بس على الملكي ان شاء الله هم نجيب بعد ان شاء الله بهاي الفتره نجيب لنا فد مشجر. هاي خانه راح احط لها، واذا جبت المشجر يعني اخليه يعني ادخل الخانه ارجعها واخلي المشجر بالخانه. واذا هن متزوجات اذبهن يعني قبل بالمحميه ما عليها شيء اذا متزوجات، والافضل وانا اشوف ان متزوجات على مود قبل انذبهن بالمحميه فما يزوج، ما يزوج غير طيري يبقى هن مشجرات. فان شاء الله هاي الفتره نجيب مشجر ان شاء الله. هسه ذن راح يبشرن بالانتاج، شفت ذن الحمر المخاريف جبتهن، شفتهن لما نعيش هناك لمنا وفلشنا، يعني بدايه جهوزيه جاي يجهزن. فان شاء الله شوي شوي نرتب بالمحميه. ذن المخاليف ذن اللي هسه فقسن الانتاج اللي بالخانه، هاي البارحه طلعتهم بالمحميه هن امهاتهم طلعتهم، فهذا اول انتاج هذا الموسم ان شاء الله القادم افضل. واللي هنا نهايه الفيديو يا شباب، اذا عجبكم الفيديو لا تنسونا باللايك والاشتراك، تعليقاتكم الحلوة. تحياتي لكم.